شو أكتر محتوى بتغاري منه غيرة إيجابية، يعني إنه بتقول يا الله يا ريت فيني أعمل هيك؟ هلأ للأمانة مو غيرة، يعني فيني أقولها أعجاب، وأتمنى لو أنا مثلاً يعني عندي هالمستمعين بشكل كتير كبير اللي موجودين عندهم، عندك مثلاً أبو الصادق، عندك حسن هاشم، مثلاً جو حطاب، يعني أنا أتمنى أني أنا أكون مثل يعني عندي هالحرية اللي كتير كبيرة مثل جو حطاب وسافر وأعمل الفيديوهات بأرض الواقع، لأنه ريم اليوم معروفة أنه بتعمل فيديوهات عن الدول العربية أو الدول الثانية أو عادات بلاد أخرى من داخل المنزل. يعني أنا اليوم مثلا تشوفني واقفة قدام الكاميرا بعمل هذا الفيديو مدته 3 دقائق أو 8 دقائق والحمد لله بيوصل لملايين المشاهدات. فكيف شعورك أنت أو مدى سعادتك رح تكون أنك أنت عم بتصور بهذا المكان؟ يعني مثل جو حطاب للأمانة.